بسم الله الرحمن الرحيم. تابع انسكت باثولوجي، هنتكلم على الانتومو باثوجينيك نيماتوز. بلاحظ شكل النيماتوز ده، ما هو واضح في الصوره، هو حشره مصابه بالنيماتوز. شايفين الديدان صغيره ازاي، الصوانيه غير معقله زي ما احنا شايفين، بيكون حجمها صغير جدا واحنا نقدر نشوفها تحت تحت الميكروسكوب. انتومو باثوجينيك نيماتوز ار سوفت بوديز نون سيجمنتد راوند وورم. دي طبعا الصفات العامه ليها، ذات ار اوبليجيتس اور سام تايمز فاكولتيتيف بارازايتس اوف انسكت. هي بتكون بتتطفل تطفل اجباري واحيانا بيكون اختياري. انتومو باثوجينيك نيماتودز اوكير ناتشورالي ان سويل انفايرمنتس. طبعا بتعيش طبيعتها فين، هي بتكون في التربه. And locate their host in response to. طبعا بتقدر تحصل على العوائل بتاعتها او اللي هي الفريسة نتيجة emission of carbon dioxide منه، vibration اهتزازاته، and other chemical cues او اي اشارات كيميائية. في عندنا هنا هو two species هناخدهم في two families اللي هي بتصيب الحشرات، هيتيرو رابتيدي and شتاينر نيماتيدي. هنعيد تاني الاسم، هيتيرو راب دي تيدي، هيتيرو راب دي تيدي اند شتاينر نيماتيدي. اند هاف بين افكتيفلي يوزد. طبعا الاثنين دول بالذات بيستخدموا في البيولوجيكال انسكتسايد ان بيست مانجمنت بروجرام. بيكوز ليه هما بياخدوا الاثنين دول بالذات، زي ار كونسيدر نون توكسيك، لان هما سيف وامنين وبيكونوا بينيفيشال، لان هو تارجت على الحشره وما بتأثرش على الانيمالز اور اذر بلانتس، ريلاتيفلي سبيسيفيك تو زير تارجت بيستس. انتومو باثوجينيك نيماتودز اللي هي بتعيش متطفله داخل انفكتد هوست اند زي سو تيرميد اندو بارازيتك، بنسميها متطفلات داخليه. زي انفكت ماني ديفرنت تايب اوف انسكت. طبعا بتصيب انواع كتيره جدا من الحشرات في التربه، زي اذا كان لارفا في صوره اليرقات، لارفا اوف موس، باتر فلايز، فلايز اللي هو الذباب، بيتلز از ويل از الادلت فورم. لما بيكون في صوره حشره كامله بيكون البيتلز اللي هي الخنافس، جراس هوبر اند كريكتس. انتومو باثوجينيك نيماتودز هاف بين فاوند ان اول اوفر ذا وورلد، بتكون موجوده في جميع انحاء العالم، اند رينج اوف ايكولوجيكالي دايفيرس هابيتاتس، وفي هابيتات كتيره مختلفه، ممكن تكون التربه، ممكن تكون المحيطات، ممكن تكون الارض الزراعيه، الفورست، الغابات، الى اخره من الايه؟ من الايكولوجيكالي دايفيرس هابيتاتس. هناخد اول نوع من فاميلي شتاينر نيماتيدي اللي هو شتاينر نيما كاربو كابسي، ده اسم النيماتودا شتاينر نيما كاربو كابسي. اول حاجه بنشوف الهابيتات بتاعتها، هي بتعيش فين. شتاينر نيما نيماتوز ار اكسكلوسيفلي سويل اورجانيزم، هي حصريا بتكون كائنات حيه بتعيش في التربه. زي ار يوبي كيوتيوس، يعني بتعيش او ممكن نعزلها من من هابيتات اخرى كتيره جدا، زي الكالتيفيتد فيلدز اللي هي الاراضي المزروعه، فورستس الغابات، جراس لاند الحشائش، ديزرتس اللي هي الصحراء، اند ايفن اوشن بيتشز اللي هي الشواطئ المحيطه. التارجت بيس الافات اللي هي بتيجي عليها وما بتصيبش طبعا الانيمالز او البلانتس اللي هي الفليس، كودلينج موس، سابترينيان ترمايتس اللي هو الترمايتس بتاع الجوفي اللي بيعيش في جوف الارض، جيرمان كوكروتش، اسيان كوكروتش، امريكان كوكروتش، فروت فلايز، ارمي وورم، بيت ارمي وورم اللي هي بتاع دوده البنجر، كوكمبر بيتلز، خنفساء القرع، ارتشوك بلوم ماس اللي هي فراشات الخرشوف، كات وورم، سود ويب وورم، واسمها ويب وورم لان هي بتنتج ويب او زي نسيج زي العنكبوت كده من السلك من الحرير، البيضه لما بتفقس بتكون موجوده اليرقات فيه. اير ويجز اللي هي ابره العجوز، بلاك كات وورم، مول كريكتس، كورن اير وورم، كوتون بول وورم، توباكو باد وورم، اند ليف ماينرز اللي هي اللي بتعمل انفاق في الاوراق. وطبعا شايفين كميه البيسز اللي هي ممكن تقضي عليها، فعشان كده احنا
بتكون مهمة جدا وبنستخدمها في البيولوجيكال كنترول. لو جينا نشوف الكلاسيفيكيشن بتاعها، اشتاينر نيما اسمها العلمي طبعا اشتاينر نيما كاربوكابسي، فايلم تتبع فايلم نيماتودز، فاميلي اشتاينر نيماتيدي، اوردر رابدي تيدا، انيمالز كينجدوم انيمالز. الاشتاينر نيما كاربوكابسي اللي هي انفكتيف جوفونايل نيماتودز، بنقول عليها انفكتيف جوفونايل نيماتودز او الدور ستيج، هو ده التور المعدي اللي بيدخل جسم الحشره وبيقضي عليها بمساعده البكتيريا اللي هي بتعيش معاه معيشه تكافليه. It is a parasitic roundworm that has evolved an insect killing symbiosis with bacteria and kills its host within a few days. طبعا بتقضي على العائل بتاعها خلال ايام بسيطه من الانفكشن. This parasite has a tophil release its bacteria symbiont. طبعا البكتيريا اللي بتكون معيشه بتعيش معاه في الجت هو ريليز بيخرجها بره جسم النيماتودز داخل جسم الهوست نفسها. فطبعا البكتيريا دي بتفرز اندوتوكسين زي ما احنا عارفين اللي هي الكريستاليه اللي بتخرج الاندوتوكسين اللي هو بيمسك في ريسبتكلز او مستقبلات وبيروح التارجت على مين؟ على الابيثيليوم سيلز بتاعه الجات بتاع الهوست. لما بيروح الابيثيليال سيلز بيعمل لها لايسيس تحلل وبيثقبها كتير جدا والحشره بتموت بسرعه. طيب بعد ما بتموت الحشره بنسميها ايه؟ كاديفر. الحشره بعد ما تموت بتسميها كاديفر. بيبتدي بقى دور النيماتوزا ايه؟ تاكل تكمل على اكل على محتويات بقيه محتويات الجثه وتتكاثر من جيلين لايه؟ تلات اجيال وبتقضي على الاميونيتي على جهاز المناعي بتاع الهوست. الانفكتيف جوفونايل ستيج اللي بنرمز له برمز اي جي او الدور ستيج هو عبارة عن إيه؟ هو is modified third stage larvae. هو الطور المتحور للطور الثالث لليرقات بتاعة النيماتودة. تقولي لي الطور الثالث هو النيماتودة ليها أطوار؟ طبعا النيماتودة بيكون ذكر وأنثى، بتحط البيض، البيض ده بيفقس بيدينا أربع أطوار L1 وL2 وL3 وL4، يبقى أربعة larval stage. الوحيد اللي هو بيكون معيش معيشة حرة اللي هو ال L3 اللي هو العمر اليرقي الثالث للنيماتود. ده بيكون ايه؟ النمو بتاعه بيقف arrested non feeding وبيكون غير غير ما بيحب ما بياكلش، لكن كل وظيفته ان هو seeks out an insect host، بيبحث عن العائل. طبعا بيبحث عليه من خلال الوسائل اللي احنا قلناها قبل كده، حسب كميه ثاني اكسيد الكربون اللي خارجه منه اثناء عمليه التنفس، بالفايبريشن، بدرجه الحراره، باي كيميكال كيوز او اشارات كيميائيه ممكن يقول ان الحشره ان الايه الهوست بتاعي موجود هنا. طبعا كل الميل والفيميل والبيض والاطوار دي بتاعت النيماتوده كلها بتتكاثر داخل جسم الانسكت هوست. دي صوره توضيحيه بتوضح المود اوف انتري ثرو ناتشرال اوبننج. طبعا المود اوف انتري خلال الفتحات الطبيعيه، يعني النيماتوده بتبقى موجوده في السويل، بتيجي الحشره الفتحات الطبيعيه بتاعتها الماوس بارتس، السبايركلز، الانس، بتدخل داخل جسم الحشره. الانفكتيف نيماتودز انتر ثرو ناتشرال اوبننج ان نيو هوست. طبعا دي ده مثال الجراس هوبر، وده الجرابس هو اليرقه اللي على شكل حرف سي بتاعه الكوليوبترا. البكتيريا وذ النيماتودز جات ار ريليز، بتخرج من البكتيريا اللي هي بتقضي على الحشره تماما وبتموت. الهوست دايز وذن من 24 ل 48 اورز. بعد ما يموت بنسميه الهوست دوت بتاع الحشره بنسميه كاليفر. النيماتودز وذن كاليفر ديفلوب، بتنمو داخل الكاليفر حوالي جيلين لثلاث اجيال. بعد كده بيحصل رابتشر اللي هو تهتك لجسم الحشره او الكيتين بتاعها، ويخرج ملايين النيماتودز اللي هي بتروح للتربه وبتيجي حشره تانيه سليمه وبتدخل من خلال الفتحات الطبيعيه بتاعها، وهكذا اللايف سايكل بيتكمل. ودي صوره توضيحيه برضو ليرقه من يرقات ليبيدوبترا، مثلا دوده ورق القط. ادي النيماتوده بتدخل عن طريق الفتحات الطبيعية، بعد كده هوت بتقضي عليها بتريليز البكتيريا، وبعد ما ريليز البكتيريا بتموت الحشرة. بعد ما بتموت الحشرة بتتحول إلى كاديفر، بتتكاثر النيماتودز داخل جسم الحشرة أو على محتويات، بتتغذى على محتويات الحشرة الغنية في الهيمولينف بتاعها. بعد كده
بتبقى حوالي من جيلين لتلاتة، بعد كده بتخرج جسمها بينفجر وبتخرج تسيب حشرة تانية سليمة. طيب المود اوف اكشن هنقوله زي ما احنا شفناه في الصور. اللايف سايكل اوف انتوموباثوجينيك نيماتودز انكلود ذا ايج فور جوفينايل ستيج اند ادلت. ده كل ده خاص بمين؟ بالنيماتودز. الثيرد stage is a free living infective juvenile او a infective juvenile or dour stage. The infective juvenile of Steiner nematidae carry in the gut bacteria of the genus Xenorhabdus nematophili. النوع البكتيريا اللي هو عايش معيشة تكافلية مع نيماتود اسمه Xenorhabdus nematophili. The infective juvenile enters the host through natural opening and reaches the homocell. بيدخل التجويف الخلوي. In the homocell it releases cell bacterial symbiont from its intestine. بيخرج لنا البكتيريا اللي هي عايشة معاه معيشة تكافلية. Through the Xenorhabdus nematophili bacteria are carried by infective juveniles in specialized structure in the anterior gut called receptacle. في طبعا مستقبلات زي ما احنا قلنا. It is released into the host cell through defecation. بتخرج من انتو للعائل عن طريق الديفيكيشن. الديفيكيشن او التغوط او التبرز. النيوترينت ريتش هيمولينف. الهيمولينف بتاع الحشره اللي غني دوت هيلب ذا رابيد مالتيبليكيشن اوف بكتيريا. طبعا البكتيريا بتتكاثر بسرعه رهيبه انت ultimately result in killing the host within 48 hours. بتموت العائل خلال 48 ساعه. بعد الموت the host nematodes continue to feed. اول ما بتموت الحشره او الهوست النيماتودز بتبتدي تتغذى. بتستمر في التغذيه هي والبكتيريا، والبكتيريا برضه بتتكاثر. واللايف سايكل بتاع شتاينر نيماتيدز من اول ما بتدخل النيماتوز لغايه ما تخرج او يحصل رابتشر دي بتاخد من 7 ل 10 ايام. انفكتيف جوفينايل اوف شتاينر نيماتيدز ديفلوب انتو انفيميكتيك فيميلز اند ميل اند نيفر ديفلوب انتو هيرموفرودايتس. يعني ايه الكلام دوت؟ النيماتودة هتنمو الى ذكر والى انثى، والاثنين دولت بيحصل بينهم عمليه تزاوج وبيدونا الزيجوت او الامبير. نيجي هنا هوت في بعض عكس الهيرموفرودايتس، في اول ما بيدخل بيبقى الهيتيرورابتيدز بيبقى هيرموفرودايتس، يعني نيماتودة واحدة بس اللي هي بتدخل، وبكون النيماتودة دي هيرموفرودايت يعني بتحمل الأعضاء التناسلية الذكرية والأعضاء التناسلية الأنثوية، يعني بيقولوا عليها خنثى. ده في الجيل الأولاني بتدخل نيماتودة واحدة بس، وبعد كده بتحط البيض بتاعها، لكن ده لكن بعد كده بيتحول إلى أنفي ميكتيك فيميل وأنفي ميكتيك ميل. دي صورة للمود أوف أكشن بتاعة الحشرة زي ما احنا شايفين هنا. ادي ميل وفيميل نيماتودة اللي هما داخل شتاينر نيماتيد. الميل والفيميل بيحطوا بيض، بعد كده بيدونا الجيفونايلز اللي هو الدور ستيج اللي هو الانفكتيف. بعد كده الانفكتيف دوت بيسيب حشرة سليمة. الحشرة السليمة دي بتموت وبترجع تاني، بيحصل لها رابتشر وبتخرج بتحول الى انسكت كاديفر وبتخرج لنا نيماتودز تاني عشان تسيب هوست سليم. دي برضو صورة تانية للجرابس أو اليرقة اللي على شكل حرف سي بتاعة الكوليوبترا. بنلاقي دي الجلد الطبيعي للحشرة، وبين البيت موس اللي هي بتاكله أو الأورجانيك ماتر زي المواد العضوية اللي هي بتاكلها في التربة، لأن الحشرة دي ليس أكتف ما بتتحركش خالص لأن حواليها الأكل بتاعها في كل مكان. طبعا هي بتصيبها الانفكتيف جيفونايلز انتر ذا بلاد سيستم اوف ذا هوست ثرو بودي اوبننج. بعد بيدخل جوه البكتيريا، ريليز البكتيريا اللي هي بتموت الحشره، وبعد ما بتموت الحشره سيمبيوتيك بكتيريا ريليز باي نيماتودز. الفيرست اند سكند جينيريشن اوف نيماتودز ديفلوبد اون ديد هوست. بعد كده بيحصل رابتشر انفجار لجسم الحشرة وبيخرج منه ملايين النيماتودز اللي بتخرج التربة وتسيب حشرات تانية سليمة. Why is this nematodes using as a biocontrol agent؟ ليه احنا بناخد النيماتودة دي بالذات في المقاومة الحيوية؟
لان احنا قلنا ان هي هارملس، ان هي نفع مش بتأذي الانسان او الانيمال او البلانت. and healthy earthworm، حتى الديدان الارضيه الهيلثي هي مش بتأذيها. احنا بنسميها beneficial nematodes. البنفيشال نيماتودز كان بيوزد تو كنترول ابرود رينج اوف سويل، هي كمان بتستخدم للقضاء على ايه، على انواع كتيره جدا من الايه، من الحشرات اللي بتعيش في التربه. اكتر من 200 سبيشيز اوف بيستس اللي هم بيتبعوا 100 عائله ار سسبتبل تو ذيس نيماتودز. وين زي سنس تو تمبريتشر، برضو هي بحساسه لدرجه الحراره والكربون دايكسيد ايميشن، خروج ثاني اكسيد الكربون من الايه، من السويل بورن انسكت، من الحشرات اللي هي بتكون مولوده في التربه. البنفيشيال نيماتودز موف توردز ذي سبراي، بتتحرك ناحيتها اند انتر ذا بيست ثرو اتس بودي اوبننج. ذيس نيماتودز كاريز ان اسوسييتد بكتيريا، في بتحمل البكتيريا اللي هي ايه، بتساعدها في الباثوجينيسيتي اللي هي زينو رابدس سبيشيز ذات كيل انسكت فاست ويزن 48 اورز، بتقتلها خلال 8 بسرعه في خلال 48 ساعه. عده اجيال من النيماتودا ماي ليف اند بريد ويزن ذا ديد انسكت فيدنج اون ات از ا فود سورس، كمصدر للغذاء. وين ذا فود سورس از جون، لما المصدر الغذاء ده بيخلص، زي migrate into the soil، بتهاجر أو بتخرج للتربة عشان بتبحث عن new host. beneficial nematodes are so effective، بتكون طبعا effective جدا، they can work in the soil to kill the immature stage of garden pests. pests طبعا هي بتقضي على ال immature stage، سواء كان بيضة يرقات بيوبي قبل ما تطلع ال adult، وكده بقى احنا ايه، حمينا نفسنا والحدائق بتاعتنا من ال من هجوم الحشرات الكاملة. difference between steiner nematidi and heteroraptidi، في فرق مهم جدا. اهم فرق ان احنا قلنا ان الشتاينر نيماتيدي ار ام في ميكتك، يعني لازم اللي بيغزو الهوست بيكون ميل وفيميل، وبيحصل تزاوج داخل جسم الهوست عشان يحط الايه، البيض. لكن في الهرما في الهيتيرورابتيدز اللي بيكون هرما فرودايتس، يعني بيكون واحده بس فيرست جينيريشن بات امفيبيتك ان ذا فولوينج جينيريشن. ذس اشتاينر نيماتيدي ريكواير ميل اند فيميل انفكتيف جوفونايل تو انفاد، عشان يهاجم الانسكت هوست تو بروديوس بروجيني. لكن الهيتيرورابتيدز نيد اونلي وان انفكتيف جوفونايل تو بنتريت انتو هوست، بتحتاج واحد بس بيحمل الجنسين، وده بنسميه هيرمافروديتيك ادلت ان سيلف فيرتلايت، يعني بيتلقح تلقيح ذاتي. في behavior للحشرة طبعا ايه، entomopathogenic nematode using use to search strategy، ليها استراتيجي، اتنين استراتيجية بتقدر تمسك بيها الفريسة بتاعتها. اول حاجة ambushers or crowsers، لاما ambushers، ambushers زي ايه، steiner nema carbocapsi، هي بيكون عندها energy conserving approach، يعني عندها طاقة كامنة بتستخدمها في انها تقرب للفريسة، وخصوصا الايه، الحشرات اللي هي ايه، اللي هي lie in await، بتبقى منتظرة الحشرات اللي هي بتتحرك، attack mobile او mobile insect، الحشرات اللي هي بتتحرك بسرعة جدا in the upper soil. أما الكروزرز زي شتاينر نيما كلاسري اند هيتيرورابتيدز بكتيريوفورا ار هايلي اكتف، دي بقى اكتف، دي ما عندهاش طاقة كاملة وبتستخدمها في التقرب للحشرة، دي عندها ايه، حركة، بتتحرك ناحية الايه، الهوست، موفينج سيجنيفيكانت ديستانت، تمشي مسافة كويسة جدا، بتستخدم طبعا الفولاتايل، الإشارات اللي هي جاية لها من العائل، سواء كانت كيميكال كيوز أو ايه، أو أي إشارة، ثاني أكسيد الكربون إيميشن أو إلى آخره. and other method أو ووسائل تانية to find their host underground. therefore
they are effective، بيكون effective النتيجة التانية دي ليه بقى؟ against less mobile أو mobile pests، بيكون تنجذب طبعا أفضل للحشرات اللي هي ما بتتحركش كتير زي الجرابس. ما احنا قلنا الجرابس دي عايشة وسط أكلها، فهي مش بتتحرك عشان تبحث عن الأكل، فإيه فدي النوع دوت بإيه بيروح للوايت جرابس أو سكراب بيترز. بعض النيماتود سبيشيز such as شتاينر نيما فيلاتاي and شتاينر نيما رايبو ريفي use an intermediate for against، بتاخد استراتيجية بقى بين الاثنين، ما بين الكامنة وما بين المتحرك، أحيانا تتحرك وأحيانا إيه ما تتحركش وتبقى جنب الإيه الهوست بتاعها. combination of ambush and cruiser types to find their host. في عندنا بقى نوع ثالث بيتبع عائلة مرمسيدي، النوع ده متخصص على البعوض، يعني بيهاجم او متطفل على البعوض بصفه عامه، لكن قليل جدا بعضهم، يعني sometimes attack locust and grasshopper. النوع دوت بيتبع سب كلاس بني ترنتيا فاميلي مرمسيدي، الهوست رينج الرومانو ميرمس كيولي سيفورس، اللي هو رومانو ميرمس كيولي سيفورس اللي هو نسبه للكيولكس بيبيانز، كان كيل ايرلي انستار موسكيتو لارف، طبعا بيقضي على ايه اليرقات بتاعه الموسكيتو اللي هي ايه الوان والسكند لارفا انستار. اذر ميرمس سيد سام تايمز اتيك لوكاست اند جراس هوبرز، طبعا النوع ده بالذات اللي اسمه رومانو ميرمس كيوليسي فوركس ده متخصص على البعوض. A large group of obligate parasites. These invade through the cuticle. طبعا الجلد بتاع البعوضة بيكون شفاف وديلكت شوية، فبيهاجم عن طريق الجلد بتاع اللارفال ستيج. السكند لارفال ستيج بيكون ايه الجلد مش سميك وطري شوية. And develop to the fourth larval stage. طبعا داخل جسم الحشرة بينمو لغاية ما يوصل للفور ستيج، filling the host body cavity، بيملى كل جسم الحشرة. This show swollen abdomen، وبتشوفي بطنها اكنها ايه منتفخه من كتر ايه الامتلاء بالدور ستيج. اللارفي ايمرج افتر رابتشرنج، بعد ما تنفجر اللارفي بتخرج اليرقات. ماتشور ان سراوندنج سويل ووتر، ات كان بي كالتشرد ان ايه ان لايف انسكتس، وبتقدر ايه تهاجم تاني اذر انسكتس. ازاي احنا بنستخدم النيماتودة؟ احنا بنستخدم النيماتودة على هيئة ايه باودر. ازاي؟ بنحطها في باكج، الباكج دي فيها الانرت باودر دي او خاملة ما بتتحرك، طبعا نيماتودة في صورة باودر، بناخد منها معلقة واحدة بس من التيسبون من النيماتودة دي النافعة، وبنحطها لكل جالون من المية، وطبعا بندوبها فيها وبنعمل سسبنشن او معلق، بتتحط ايه في باك سبريرز، في سبرير او رشاش بتحط خلف الظهر. طبعا ما ننساش ان احنا في كل شويه ان احنا بنحرك او بنهز الرشاش دوت او الجالون دوت علشان البكتيريا دي تبقى ايه افكتيف وتخرج في السبرير، ما بتغرقش في القاع او تستقر في القاع وما نقدرش ان احنا نستفيد ايه بيها. لما بنرش التربه اللي فيها الحشرات اللي احنا او الافات اللي احنا عايزين نقضي عليها، بنحافظ على ان السويل سلايتلي مويست، بتبقى رطبه خلال لمده 7 ايام عشان تعمل استابليشمنت للنيماتودز في التربه. يو ماي كيب ذا باكج اوف نيماتودز، اما الباكج بتاعت النيماتودز دي عشان نحافظ عليها وتبقى بتتنقل صح، ان احنا بنحطها في الفريزر من 3 لمدة 3 أسابيع قبل ما نستخدمها كإيه في الرش في أو ندوبها في المية للقضاء على الحشرات. شكرا جزيلا.